أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. قالت صحيفة الاندبندد العربية، قالت بأن مهجري جرف الصخر والعويسات فقدوا أمل العودة إلى مناطقهم بعد سيطرة الميليشيات على أراضيهم وباتوا في طي النزوح المزمن. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها بأن أغلب العائلات المهجرة من تلك المناطق تسكن الخيام، وهي عائلات من ذوي الدخل المحدود، وكانت تعمل في الزراعة وتعيش على بيع محاصيلها. إلى ذلك قال قائم مقام قضاء العامرية التابعة لمحافظة الأنبار شاكر محمود، قال بأن الحل لمشكلة أهالي جرف الصخر والعواسات يتطلب قرارا حكوميا لإعادتهم، لكن الصمت الحكومي وتخلي المسؤولين عن مسؤولياتهم سيسهم في تفاقم أوضاع النازحين. لنشاهد ما قالته إحدى النساء وهي ربة أسرة نازحة تتحدث عن أحوالهم ومعاناتهم في المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. دعونا نتابع ما قالته هذه الإمرأة النازحة. ثلاثتهم دول وليد ابني كلهم معوقين، دول كل ساعة يتخربطون ونشيلهم من المستشفى، يفقد يعني ما يقدر يشيل شيء بالبطانية، يلا ناخذ المستشفى. ولا واحد طب علينا وقال ايش فيهم هذول يوم انه 9 سنين. الكاظم هو من اليد، ليش ما يعني هو مو يقول هذا الشعب مالتي ما يطب ويجي علينا يشوف صاير بحالنا، يشوف هالنسوان العجايز الاطفال هاي، هو مو يقول هذول اطفالي وهذول اولادي، ليش هيك خلانا؟ ليش الله ما يخاف من عنده؟ لما هم حاطين عوائلهم بالتبريد وبالقصور وبش اسمه، واحنا مديحين اليوم انه 9 سنين. خلي يروح يطلع القوات، يطلع القوات لما انه 7 يطلعها من الجرف الصخر ويرجعنا المناطق. لك ايش ما اريد من عنده، ما اريد المساعدات مالتهم، كل شهر 3 أشهر يجيبون هذا الخيسانات. خلي خاف الله يحط الله بين عيونه، يرضى عائلته ايش تبعد يوم واحد بهاي المخيمات؟ هاي شوفيها تنازع اطفالنا كليتها اسهال وزواع وجفاف، هذا اسبوعنا ما بيه بالمستشفى. اركض اخذ الخيمه، الخيمه تشوي، اطلع بيه هنا بالشمس يفوعر الطفل، والحيايه اللي كليتها شعل الضوء، واركض نصيد حيايه نكتب بالحيايه، والعجالب كل جرارها الكبرى جوا الطفل القاه، لقيت اول بارحه براس هاي الطفله. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي ممن تفاعل مع هذا المقطع وعبروا عن تضامنهم وعن حزنهم لاستمرار معاناة النازحين. أسماء محمد علقت وقالت: الله يعين أهل المخيمات، تقول دعاؤنا لكم يؤتيكم صبرا وأجرا. أما ضياء إبراهيم فقال: الله يكون بعونكم مهجرين داخل بلدكم، ولا أحد يستطيع إنصافكم، هذا حال العراق اليوم. أما أيوب فقال: جفت قلوبهم وصمتت آذانهم وماتت ضمائرهم وعميت أبصارهم من كثرة المال ومن زينة المناصب، فهم لا يفرقون بين الحق والباطل. يقول: عودة النازحين مطلبنا، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما مريم أحمد فقالت: من تنطي المناصب للناس الغلط، تقول هذا حالنا يصير. تعليق آخر من أو هذه هي تعليقات جاءت مع هذا المقطع. طبعا بالحديث عن النازحين ومعاناتهم المستمرة، يعني 8 أعوام من مرت على نزوح الملايين من العراقيين منذ بدء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وعلى الرغم من إعلان وزارة الهجرة والمهجرين تخصيص 50 مليار دينار عراقي ضمن قانون الأمن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان قبل فترة قصيرة لإعادة النازحين، إلا أنهم ما زالوا يعانون في مخيمات النزوح ويشكون من غياب الدعم الحكومي. طبعا كذلك في كانون ديسمبر الماضي أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات العراقية باستثناء المخيمات المتواجدة في إقليم كردستان العراق، فيما أوضح سبب تأخير تهيئة قضاء سنجار لإعادة نازحيه. طبعا
مثل ما شاهدنا هذه الامرأة هي تسكن في مخيم للنازحين في محافظة الأنبار منذ 8 سنوات، وكذلك هناك الآلاف من النازحين ما زالوا في المخيمات في محافظة الأنبار، وهذا يفند ما قالته وزارة الهجرة والمهجرين بأنها أغلقت جميع مخيمات النزوح ما عدا التي تتواجد في إقليم كردستان العراق. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل، ملف إنساني. أرحب بك أخي عبد الرزاق من بابل. ملف إنساني ما زال لغاية اليوم بعد 8 سنوات تستمر معاناة هؤلاء عوائل أطفال، لماذا لا تضع الحكومة حدا لهذه المعاناة المستمرة للنازحين؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور عمر. نعم، أولا أسأل الله أن يفرج عن كل العراقيين، لأنه كل العراقيين بصورة عامة هم نفس المعاناة، يعني سواء النازحين أو حتى اللي موجودين بوطانهم محافظاتهم، هم يعني معاناة مستمرة. أتذكر يا دكتور عمر، نعم، صدقني من شكلوا الوزارات وشكلت الحكومات اللي جت بعد 2003، نعم، يعني اللي يهمني وزارة الهجرة والمهجرين. وزارة اسم يعني غريب، مثير للغرابة، يعني وزارة فكنت أقول شنو المعنى من الاسم مالتها هذا؟ شنو الهجرة والمهجرين؟ يعني يعوضون اللي بزمن النبي اللي هاجروا، يعني والله كن على ثقة، يعني من سمعت بهذا الاسم. فبعدين تبين بأنه هي يا دكتور عمر هي معامرة دولية على تشتيت أبناء الوطن الواحد، يعني هو هذا الهدف والغرض من وضع هاي الوزارة. هم معادين العدة على تقسيم العراقيين وإذاء الشعب العراقي، هذه مو يعني شغلة داخلية، وهذه أما عثرنا على تقول الحكومة هي قرارها مفاضل، يعني ترى عمر هي عندنا إحنا أصلا حكومة، ما عندنا حكومة حتى على مود قرارها تنفذ، أو بالعكس هو قرارها مفاضل، ما عندها أي إرادة، ما عندها أي قوة، ما عندها أي سلطة. يعني إحنا صراحة يعني إحنا عايشين بقدرة الله، وإلا تعال إذا ترجع للحكومة والدولة العراقية وعدنا، شوف أنت جاي زين، شلون يريدون يبنون سلم أهلي ويتحدثون عن مؤتمرات للحوار الوطني؟ طبعا هذه المؤتمرات يعني دائما ما نشاهد بها سياسيين، ما نشاهد بها بأنه تطرح مواضيع لإعالة النازحين و يعني تهيئة أماكنهم. أنت عندك مثلا اليوم جرف الصخر صار لها 8 سنوات الناس ما تقدر ترجع لها، ولا أحد يقدر يدخل لها مثل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان إلى أكبر مسؤول، ما حد يقدر يدخل لها. يعني حتى قبل سنوات كان وزير الداخلية الغبان يعني حاول يدخل، تم اعتقاله، وطبعا تم تدخل يعني وساطات حتى تم الإفراج عنه، وكذلك هذا طبعا على لسان أحد النواب تحدث عن هذه الواقعة، وتحدث بوقتها إياد علاوي وقال لك الملف ملف جرف الصخر بإيد إيران. زين الحكومة على الأقل بهذه المبالغ اللي دعا ترصدها، الحديث عن مليارات من الدنانير، إنه تنتشل هؤلاء تهيئ لهم، يعني 8 سنوات هم لو كل عائلة توفر لها مسكن في هذه الصحراء، في هذه المناطق الصحراوية، وإلهم وجبة غذائية، إلهم راتب حتى ولو قليل، إلهم تأمين صحي، إلهم كوادر طبية تراجعهم، ليش ما تقدر؟ زين هم بده يخصصون أموال كبيرة، وين بدها تروح هاي الأموال؟ دكتور عمر احنا قلت لك انا قبل شوي، احنا ما عندنا حكومة اللي يعني تسيطر على أموال العراقيين. نعم، احنا عندنا أحزاب، وهاي الأحزاب هي اللي جاي أساسا للأموال. يعني أتذكر انتصب مبلغ خيالي للنازحين، واحد السياسيين فاق المبلغ،
فنجيب على السلم المجتمعي، السلم المجتمعي ما يقصون به يا دكتور عمر انا وانت والمواطن العراقي. هذا السلم الشعار يعني لاغراضهم هم، يعني السلم بيناتهم بين الاحزاب. اما السلم المجتمع جاي يثيرون فتن والاعراق طائفيه يوم بعد يوم يا دكتور عمر. يعني هم يردون يحرقون لك العراق، يعني هو اللي يستعين بدوله خارجيه يا دكتور عمر. هذا هذا قلب على العراق وعلى العراقيين. صدقني ناس يعني ما عز الله بهم السلطان، لا خلقه ولا اخلاق ولا ادب ولا عندهم يعني شلون مثل ما تقول حرص على العراق ولا على المواطن العراقي. كل همهم هم يا دكتور جيوبهم ويعني مصالحهم الضيقه. اما يجيك على شو اسمه المواطن العراقي والنازح شو اسمه هذا الانسان الفقير، لا. وتعرف انت كل زين تقدر تسخر مسيطر عليها قوات حزب الله وش اسمه ايران، فهاي السبع مستعد يتفرط بهيك مكان. يعني كل المناطق الحساسه بالعراق شو مسيطر عليها الميليشيات، والا يعني من ذاك اليوم لهذا اليوم هاي الناس الفقراء ناس النازحين. يعني احنا لو عندنا ناس يعني عندنا حكومه وطنيه ناس باوعت عليهم. بس يا دكتور ما عندنا ناس وطنيين اللي اهمها المواطن العراقي. كل همهم يعني مصالحهم بس. أنا أشكرك أخي عبد الرزاق من بابل كان معنا. معنا محارب من الأحواز، تفضل محارب. مرحبا بك. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك يا أهلا بك. الله يسلمك الله يحفظك يا أهلا بك. تفضل عيني. الله يحفظك. والله يا أخي العراق كل من يشعل الإذاعة هؤلاء العشائر كم الكرب الزحيم وتشعل إلى اكو مشكلة بالصوت محارب. يا ريت يا ريت تعاود الاتصال بينا محارب، الصوت مو واضح. انا اشكرك اذا تعاود الاتصال كل الهلا بك. نذهب الى ملف اخر، حيث انتقد جهاز الامن الوطني في بيان غاضب انتقد هيئة النزاهة وآلية تنفيذ وتصوير ونشر عملية القبض على مدير الامن الوطني بمحافظة ميسان. وكانت هيئة النزاهة قد ألقت القبض على مدير الأمن الوطني في ميسان خلال مداهمة ليلية لمقره بتهمة استلامه لرشوة مالية. وبينت مصادر مطلعة بأنه سبق وإن تم إعفاء هذا المدير المعتقل كان سابقا قد تم إعفاؤه وتم اعتقاله يوم أمس. تم إعفاؤه من منصبه كمدير لأمن الموصل بسبب قضايا فساد أيضا، وتم أيضا إعفاؤه من منصب مدير أمن ديالة في شبهات فساد. دعونا نشاهد اللحظات الأولى لاعتقال مدير الأمن الوطني في ميسان في هذا المقطع المصور الذي أثار حفيظة جهاز الأمن الوطني في العراق، فلنتابع. وخر 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 مدير وين؟ مكتب مدير وين؟ لا ما هو دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي. أو قبل أن نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الحادثة، نبقى في ميسان، حيث أفاد مصدر أمني بمقتل ضابط في جهاز الأمن الوطني وأحد عناصر حمايته بهجوم مسلح في محافظة ميسان بالقرب من مطعم الطواحين في المحافظة. وجاء الهجوم عقب ساعات قليلة من تداول هذا المقطع الذي شاهدناه قبل قليل وإلقاء القبض على مدير الأمن الوطني في المحافظة. المفارقة بأن شرطة ميسان وفي بيان لها قالت بأن المجني عليه قتل في حادث جنائي، على خلاف
تصريحي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي خلال تعزيته لجهاز الأمن الوطني، والذي جاء فيه بأن المغدور قتل خلال تنفيذ الواجب. دعونا نشاهد صور العميد قاسم داود بعد اغتياله في سيارته في ميسان قبل استعراض تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. هذه صور الضابط الذي قتل اليوم، وهو عقيد في جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان، وهذه الصور بعد اغتياله في سيارته ومعه طبعا أحد عناصر الحماية، كما انتشرت هذه الصور على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. طبعا استغرب العراقيون وتساءلوا يعني عن اعتقال مدير الأمن الوطني، وبعد ساعات يتم اغتيال عقيد في الأمن الوطني وفي نفس المحافظة، هي محافظة ميسان. دعونا نستعرض بعض تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الموضوع. فرج يقول: لازم الموضوع له علاقة باعتقال مدير الأمن الوطني في ميسان، يقول بسبب الرشوة. أما أبو وسام السوداني فقال الله يرحمه عميد في الأمن الوطني ما يستطيع حماية نفسه، ماذا نقول عن عامة الناس؟ أبو مصطفى التميمي قال: شنو السر بالموضوع؟ مدير الأمن بميسان متلبس برشوة، والعميد بنفس الدائرة تم اغتياله. هادي قال: اغتيال عميد والقبض على مدير الجهاز، هاي الشغلة وراها مافيات الفساد. نعم. وكذلك عبر العراقيون عن استغرابهم من تصوير هيئة النزاهة، وكذلك تفاعل العراقيون وقالوا: لو كان هذا الشخص يعني له علاقات ومتنفذ وكان المبلغ كبير، هل سوف يتم إلقاء القبض عليه فقط ل10,000 دولار كما قال العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي وهو يشغل هذا المنصب المهم في جهاز الأمن الوطني؟ وكما أشرنا بأن جهاز الأمن الوطني عبر عن يعني غضبه من طريقة الاعتقال لمدير الأمن الوطني في محافظة ميسان. معنا محارب من الأحواز يعاود الاتصال بنا، تفضل محارب. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك. يا أهلا بك أخي. لا وين هذا السر وهذا النهب العراق، هذا الشعب العراقي الغيور اتنهبون ثروات قل إلا ما صدام هم كان هيك شكل؟ لو كان كل من يسرق، لو يريد يبوق، لو يريد يسوي اختلاف في بيت المال، هذا مال بيت المال كان يعلق تقلي اتنبه على العشائر. انتم الشيوخ، انتم اهل الغيره، انتم بني لام غمندار وما ادري شو اسمه وما ادري شنو اسمه. يا اخي لا وين متين بس بالحوسه والصيحه والذاك وهذه، وهذا شعب الاراضي الغيور. ليش احنا منه نتالم؟ والله نتالم كل ما نشوف شاب يستشهد لو يتصوب، احنا من عندنا هنا نتالم. هذا العراق لازم ما يصير هيك. هذا العراق بناء المنصور، ليش يكون هيك يصير يا اخي؟ لا وين؟ هذا يكون مثل ما سرق يوم الثاني معزينه شنق خاطر يصير عبره للباقيه. والله كل من هيك فوضى ما يصير يا اخي. منين تعلموا هذا البوق السرقه؟ هذا بيت المال. انا دخلت العراق وشفت لا تبليط لا شوارع لا خدمات، وانا خدمتكم. شكرا لك محارب من الاحواز. كان معنا أبو علي من لندن. أبو علي، شاهدت إلقاء القبض على مدير الأمن الوطني وبحسب هيئة النزاهة بأنه تلقى رشوة، والرشوة يعني كما قال العراقيون وهيئة النزاهة كذلك بأنها 10,000 دولار. العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي قالوا: يا العد اللي باق مليارات وينكم عنا؟ ليش ما تصوروا وتلقون القبض عليه؟ تفضل عيني أبو علي، حياك الله. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياكم الله أستاذ محمد. دولة عمر وياك. نعم. عفوا عفوا أستاذ عمر، لأنه مو ما جاي أشوف التلفزيون. عادي عادي ولا يهمك، ماكو فرق. حياكم الله. تسلم. الله يسلمك. دولة الميليشيات ما يعني قدرتهم بس على الناس العزل، زين
عن الناس البسطاء هذا لا. اللي ياخذ رشوه 10,000 ولا 100,000 ولا 50,000 زين ما يروحون على ذولاك اللي مليارات الدولارات يدخلون للحكومه يسموها حكومه ها ويطلع عنده 5 مليار دولار زين نعم بلد يحكمه ميليشيات نعم تفضل لا لا وياك ده اسمعك اقول لك بلد يحكمه ميليشيات يعني ايش تتوقع اكثر من هذا يعني احنا ما نتوقع منهم الا أسوأ وأسوأ زين يعني كل يوم نكتشف ذولا مصيبه علينا بلاء علينا ما على الشعب العراقي ان يثور عمي انتوا شو ثانيين على ذولا انتوا انا ما جاي افتهم شو ثانيين جماعة يقول خلي يخلص الأربعين أربعين الحسين عليه السلام زين الحسين ما طلع للإصلاح أنتوا ليش ما تطلعون للإصلاح أنتوا هي جماعة الأربعين لحسين ليش ما تطلعون للإصلاح هاي ترى راح تجيكم زيارة أربعين لحسين جاي تطلعون الملايين ها زيارة الحسين والله العظيم الحسين يقول لكم لا تجون عمي يمي روحوا الدولة دولة اللي باردوكم نهبوكم روحوا حرروا بلدكم من هاي الميليشيات من ميليشيات نعم. إيران ومن لصوص إيران زين أبو علي يعني نعم. جهاز الأمن الوطني انتقد هيئة النزاهة وطريقة الاعتقال والتصوير بس هذا الشخص هو كذلك يعني تم إعفاءه من منصب مدير الأمن الوطني كان بالموصل وبعدها ودوه لديالة وهم كذلك تم إقالته أو إبعاده بسبب كذلك تهم فساد زين واحد تجربه مرة مرتين ليش تخلي ثالث مرة تسوي مدير أمن وطني بميسان متلبس وبتصوير من قبل هيئة النزاهة الظاهر أكو ناس أعلى منه أكو ناس أعلى منه وجاهددون يا أستاذ عمر احنا قلناها ألف مرة ذولا بيناتهم فيديوهات بيناتهم إثباتات زين يعني ما يقدرون يعلنون علني يقول له إذا تحكي أنا أحكي بس هذا مو المالكي مرة قال أنا عدي ملفات فساد إذا أطلعها يصير نعم. بوكسات بالبرلمان أما جاي يصير مصايب نعم واحد يستر على الله واحد جاي يستر على الله أنا أشكرك أبو علي من لندن كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة والعديد من الملفات سوف نناقشها معكم نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم أهلا بكم من جديد تستمر الحرب الإعلامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على منصات التواصل الاجتماعي لتتخذ أوجها مختلفة وفي مقدمة تلك الأوجه هي حرب التسريبات بين الطرفين إذ نشرت منصات مقربة من الإطار تسجيلا لمكالمة هاتفية بين رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري والقيادي في التيار وليد الكريماوي وذلك بعد يوم واحد على نشرها تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جمعت الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ورئيس الهيئة الاقتصادية في التيار الصدري مصطفى اليعقوبي واعترف الأخير وكما عرضناها يوم أمس هنا بأن الصدر لا يعرف ما يريد طالبا وساطة
من جعفر الصدر لتهدئة الموقف. طبعا لم يتسنى كذلك التأكد من مصداقية التسجيل أو زمن المكالمة. ويقول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بأن هذه التسريبات توضح حالة الفوضى داخل التيار الصدري بعد إن وصل الحال بالقيادات المقربة من الصدر اعتبار نفسها بمثابة العبيد لديه في ظل عدم مقدرتها على تقديم الرأي والمشورة في ظل حالة التفرد في القرار لدى الصدر. دعونا نستمع لهذا التسجيل المسرب. نزل قانون هو قاعد صار. ليش ما تنزل بيه؟ قال كيف اللي أنزل بيه اللي ما أريد أنزل بيه. زين؟ قال خليك بس اسمه وياي بس اسم بالحنانة قال شيء لا اسم ولا رقم. أنا انتهى. قال راح أخليك أجبرك تنزل بيه بيان. قال ما نزل. قال والله أجبرك تنزل بيه بيان. وأنا قلت له كله تنزل بيه بيان يا الله. زين؟ هو يحب هيك واحد يعني يسولف وياه. انتظري مباشر شوف شنو اللي عنده. زين اجاني اليوم حسن قال له ابو رضا زعلان انا فوق بقيت اليوم صعد وسبحت وظلت قاعد انت شنو ليش تاخذ الحكي علي؟ قلت له سيد شنو اللي عندك؟ قلت له كاظم قال انا اذا تبقى ما حد تشقح لكم اللي يدخلون بالسياسه. زين يعني الشيخ ما كاظم من نعطيك صك العبوديه يا ابوي احنا سجلنا عبيديه ما كنت الموضوع. لا مقتنعين بقراراتي ممنوع تنقدونها طبقونها وانتهى الموضوع قرارات قائد. زين ممنوع النقد ما شاء الله مش كده ينفس الله نفس. على قولتك نفس 2014 انت خرجنا من الانتخابات هو وشكلنا الحكومة ذا تتذكر وعدنا نائب رئيس وزراء وعدنا ما ادري منه وعدنا كتلة وهم نفس الحالة وبدأ قالوا وقع بأزمة تعالوا وقفوا فضل عليهم وقلهم فضل عليك. نعم دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذا التسجيل الذي قيل بأنه يجمع قيادات بالتيار الصدري خلال مكالمة هاتفية. أبو محمد الأمين يقول كلام واضح عن شخصية دكتاتورية ومتغطرسة تمتهن حريات الآخرين. مهند أسد يقول ليش مستغربين؟ بالنهاية هم ناس عاديين وحالهم حال البقية سلطة وفلوس لو انصدمتوا مثلا. يقول متسائلا أبو سجاد يقول حقهم هم شخصيات معروفة الجمهورهم والناس تريد منهم وهم كل صلاحية ما عندهم وما يدرون يمتى تجيهم القصقوصة وينطرد. سامر العبادي قال مساكين الصدريين دايخين بين قرارات سيد مقتدى وبين وزير القائد وبين قياداتهم اللي انجبرت على الاستقالة. نعم معنا اتصال أبو علي من واسط. أرحب بك أبو علي. تسريب جديد يقال لم نتأكد من صحته طبعا من الصاد تابعة للإطار التنسيقي كما قال العراقيون نشرت هذا التسجيل أو المكالمة الهاتفية التي جمعت بين قياديين في التيار الصدري على غرار ما عرضناه يوم أمس. كذلك كانت هناك مكالمة قيل بأنها بين الغزي وهو الأمين العام لمجلس الوزراء واليعقوبي وهو مسؤول المكتب الاقتصادي في التيار الصدري. هذه التسريبات أو حرب التسريبات كما بدأت تعرف اليوم على الساحة العراقية. في هذا التسجيل يقول بأنهم يشعرون بالعبودية، لماذا لا نعلن العبودية له وخلص كل شيء ينتهي، ويشكون من يعني قرارات مقتدى الصدر. هل بالفعل كما يقول العراقيون بأن هناك فوضى داخل التيار الصدري؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. هو توجد ثالثية فوضى سياسية في كل الأحزاب السياسية الموجودة حالياً بالعراق. نعم. الإطار والتيار والأحزاب السنية والكردية. لكن إحنا يعني أنتم يعني وسيلة إعلامية ومعروفة يعني. نعم. الخبر تأخذه من مصدر موثوق. نعم. هل التيار مصدر موثوق أو المقربين من التيار مصدر موثوق؟ طبعاً إحنا مو نبذر. نعم. لكن نقول أنه شوف الفرق بين تسريبات علي فاضل. اللي من سبب المالكي راح لشركة فرنسية أكدت تطابق الأصوات 100%
ولا مو مفبرك، ورجل يعني يقدم هذه الشهاده من عنده بينما الاطار. نعم نحن قلنا باننا ابو علي نعم. قلنا لم نتاكد نعم. من صحه التسجيل صحيح. ولكن صحيح. المنصات صحيح. التابعه الى الاطار التنسيقي تبنت هذا التسجيل، وقلت لك بانه في اطار حرب التسريبات، وسالتك لو صح لو صح هذا التسجيل، ونحن في هذا البرنامج نعرض ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ونرميه في حضن منصات التواصل الاجتماعي وبحسب ما يتداوله العراقيون. نعم تفضل. لا انا ما اقول انتم عرفتوا شيء صحيح. نعم انتم عرفتوا موجود في السوشيال ميديا وانا معاكم، لكن انا اقول مصدر هذه التسريبات الاطار، والاطار فاسد، التيار كذلك فاسد. انا اليوم اي جهه سياسيه عراقيه داخل العراق تصدر اي تسريبات ما عندي ثقه بها، لما هم نفسهم يودونها لمراكز يعني الاختبارات يؤكدون صحتها على الاقل. ينفي التيار بالضبط ظل صامتا. نعم بعض الاحيان استاذ الكريم يعني انا لا يعني لا اعطي اهميه لشيء بسبب انه انا اعرف مصدره منين جاي، فلذلك ما اكد. لكن احنا نقول هل هذا الكلام موجود؟ نعم موجود. هل الفساد موجود؟ نعم موجود. العبودية موجودة بالأحزاب العراقية، والدليل أنه إحنا يتكلمون بس رأس الكتلة، أما الأعضاء ما يتكلمون. نعم. وما أحد منهم من الأعضاء طلع انسحب من كتلة وقال أنا انسحبت لأن الكتلة ما عندها مصداقية أو ما عندها رؤية استراتيجية للموضوع. نعم. هذا دليل موجود، لأنهم دائما يعني هم عبدة الأموال والعياذ بالله، هم يعبدون الأموال الموجودة بالسلطة. وهناك اليوم تقديم نعم. لطعن ب يعني استقالة نواب الصدر من قبل يعني التيار الصدري. هذا استاذ هذا الحلول السياسيه نعم. الجديده ما كل اللي تحت الطاوله انه يابا احنا شلون نرضي المقتدى؟ خلينا نرجع جماعته وبعدين احنا نتفق بيناتنا. الحلبوسي ينطي مبادره، الكاظم ينطي مبادره، وبالنهايه العراق مذيوب والشعب يتفرج، ولا وجود للاصلاح والنموذج وجود صراعه. لكن احنا املنا بوسائل الاعلام السوشيال ميديا الحقيقيه والصادقه أولاً تنقل وجهة نظر الشعب العراقي. وأنا أشكرك. أشكرك عيني أبو علي من الوسط كان معنا. معنا أبو سمية من الأنبار، مرحبا بك معنا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بك سيد الكريم. بخصوص ملف جثة الصخر، نعم. هذا الملف الذي أصبح وطمة عار بجبين الحكومة، نعم. أصبح مازلة يعرفها القاصي والداني. قبل كل شيء إن ملف عودة نازحي جثة الصخر تفوح منه رائحة الطائفية العفنة التي اشتهرت بها هذه الحكومة. والمهزلة الأخرى أن رئيس وزراء لا يستطيع أن يتفرق مع ميليشيا مسلحة، ولا يستطيع أن يتجرأ بإعادة النازحين والساكنين الأصليين إلى منطقة جثة الصخر. وأصبح السياسيون لا يستحون ولا يتورعون من تصريحات بعضهم تجاه بعض. يظهر سياسي يقول أن ملف جرف الصخر بيد دولة مجاورة أو بيد حزب الله في لبنان أو بيد جهة أخرى في إيران. ماذا ستقولون للتاريخ؟ التاريخ يكتب على صفحات من حجر. أليس من العيب أن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يعيد أعدادا محدودة إلى مدنهم؟ والله هذا عيب وشنار وسيكتبه التاريخ. وأنا أقول أن رئيس الوزراء الذي فقد سيادته والذي يستهدف بالمسيرات من قبل الميليشيات لا يستطيع إعادتهم، بل ولا يستطيع حماية فرد واحد من أبناء الشعب العراقي. وإن رئيس الوزراء الذي يترأس الحكومة عليه أن يعامل كل أبناء الشعب بمعاملة واحدة وبمساورة، لكن عفونة الطائفية لا زالت موجودة في هذه الحكومة. وشكرا. شكرا لك أبو سمية من الأنبار كان معنا. دعونا نذهب إلى ما نشره رئيس الوزراء السابق المقال عادل عبد المهدي صورا له خلال
المسير نحو كربلاء لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية برفقة عدد من أفراد حمايته قبل أن تنهال عليه التعليقات المنددة بمحاولات التستر بالحسين عليه السلام وقضيته العادلة للتغطية على الجرائم التي ارتكبها ضد متظاهري ثورة تشرين والمجازر المروعة التي راح ضحيتها المئات وعشرات الآلاف من الجرحى. عد ناشطون محاولات عادل عبد المهدي تلميع صورته بالفاشلة كونه المتهم الأول في قتل المتظاهرين لأنه كان هو رئيسا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في تلك الفترة، فضلا عن كونه رئيس السلطة التنفيذية الأولى في البلاد، فيما انتقد آخرون إفلات عبد المهدي من العقاب في ظل حماية الميليشيات وحكومة الكاظم له ومنع محاكمته وتقديمه للعدلة. دعونا نشاهد هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لعادل عبد المهدي وهو يسير نحو كربلاء، وقد علق على صفحته الشخصية بأنه ذهب سائرا على الأقدام إلى كربلاء لإحياء مراسم الأربعينية هناك، وقال بأنه يسير على خطى الإمام الحسين عليه السلام، ما أثار غضب العراقيين من هذه الصور. دعونا نذهب إلى تعليقات الجمهور العراقي أو بعض هذه التعليقات حول هذه الصور. حيدر الجميلي يقول: غير مبرر الذمة على كل نفس انقتلت بوقتك وبعلمك، وعلى كل فلس حرام انصرف بوقتك وبعلمك. محمد العقالي يقول: زيارة الإمام الحسين عليه السلام أعطت غطاء مقدسا لكل إرهابي وسارق. حسوني قادر يقول: 800 شهيد برقبتك وبرقبت ليروج لك، بريء منكم الإمام الحسين عليه السلام، يا تبعية يا فاسدين. ماجد حامد يقول: كل السياسيين مصورين أنفسهم أبرياء من دم العراقيين ويتصورون بأنهم في غاية الشرف والزهد والديانة، ما للحرام أعمى بصرهم وبصيرتهم. نعم، معنا اتصال أبو أحمد من بريطانيا. مرحبا بك معنا أبو أحمد، كيف تعلق على هذه الصور؟ تحياتي لك. حياك الله يا اهلا بك. اهلا وسهلا بك يا اهلا. انا ابدي بدايه بس احكي لك، سنه 2002 في سوريا في دمشق للاسف التقيت بشخص كان عنوانه رئيس السلاح لا في سوريا ولبنان. في خلال حديثه، هذا الى رباط طبعا الحديث اذا سمحت، في خلال حديثه قال احنا نستلم السلطه نحاسب اي واحد بقى بالعراق واي صدام حسين. شوف هاي النفس اللي دخلوا بي، فمن دخلوا بهذا النفس فجوي أصلا هم حاقدين، يعني ما مفكرين إنه شلون يخدمون الشعب. وإلا أنت واحد مهجر صار له 8 سنوات قاعد بخيم، وهذا أولاده راح يطلعون حاقدين، راح يطلعون يكرهون كل شيء اسمه عراق وعراقيين. ليش تخليهم بهذا الشكل؟ دول أطفال أبرياء طلعوا نظاراتهم ووضعهم دولة، حتى يمكن والدين بالمخيمات. هذه جريمة عظمى، إنه ما حد يعني من يملك ذرة من الإنسانية ما يوافق على هذا الكلام. وثانيا تأخذهم بجريرة من؟ بجريرة الأحداث اللي حدثت. العراق كله استباح، تجي أنت تجي على، يعني أنا أقول أين الجنابات؟ الجنابيين هم في جرف الصخر، عندهم أولاد عمهم في الشتى يقعدون يشوفون حل لهؤلاء الناس. هاي وحدة. هم عن زين أبو أحمد، إذا هو رئيس الجمهورية ما يقدر يوصل إلى جرف الصخر، شو تسوي هاي العشائر وهم مهجرين؟ لا هو العشائر أفضل من رئيس الجمهورية. دكتور عمر يعني عشائر جرف الصخر أنا رايح لها أصدقاء عندي هواية، يعني حتى ابن شيخ الجنابيين صديقي أستاذ ياسين، يعني يعني عندنا صارت قضية سابقا وما شاء الله يعني هو حل رباط الحديث. إنه العشائر دول قصدان الجنابيين ناس لهم مزنهم وثقلهم يقولون يعني، لكن مثل ما أكد أياد علاوي بيد إيران. أنا وياك ما أختلف وياك دكتور عمر، أنا ما أختلف وياك نهائيا. أنا أقصد أنه رأفة بهؤلاء الناس بأنه جاي شتاء، يعني هذا الشتاء ترى يعني جريمة. هذا الطفل يعني اللي نسرق طفولته ويسرقون أحلامه ويسرقون فرحته بالذهاب إلى المدرسة، هذه جرائم ترى، جرائم ما تسرق. نعم.
ثانيا حول مدير الامن ميسان، هذا رجل مجرب وفاسد يا اخي، انت ماكو غيره خلت. وثانيا شنو امن وطني؟ انا بستغرب يعني، انا اعرف اكو امن ومخابرات وجيش، امن وطني شنو هذا المسمى؟ يعني دخل هذا الطول بكت الموفق الرباعي ولزق، وشنو مهامهم هم ذولا؟ شنو مهامهم اصلا يعني؟ يدخلون ضمن استخبارات حتى الشعب العراقي من هذا شنو شغلتهم؟ الشغله الاخرى التسريبات اللي تصير، انا شفت مقطع لاحد الاشخاص، صح هو الشخص هذا يتبع الى جهه، كان مقتدى صدر في مكتبه 16 دوله مخابرات موجوده. فلذلك ذولا كلهم يشتغلون من اجل تسريب كل هاي. واحده اثنين انه سيد مقتدى هو نفسه ترى ما يدري ايش يريد يعني، فلذلك اشوف تعليقاته تعليقات غريبه يعني، يوم ادخل بالسياسه يوم اطلع من السياسه، فهاي مصيبتنا كبيره. ولكن ابقى اقول انه يجب اخذ حل سريع للاجئين والمهجرين، لان ذولا ما لهم صور. عادل عبد المهدي شو تعلق عليها؟ لا مهزله، هاي مهزله، هذا خليه يروح يسال على مصرف الزويه شنو اخبار مصرف الزويه قبل لا اقول انا قضيه تشرين وغير تشرين. مصرف الزويه كلنا نتذكر الشباب اللي انقتلوا وسرقوا المصرف ومتهم بحمايته، هذول ناس ايديهم لوثت بالدماء، وواحد اصلا جريمه ما واحد يذكرهم، لانه هذول من الان صاروا في مزبله التاريخ يعني، قبل لا يموتوا صاروا في مزبله التاريخ ولله الحمد. ان شاء الله احنا ألمنا على المهجرين، يجب ان يضع لهم حل، لان دول ناسنا، دول اهلنا، دول شعبنا، هذا وطننا، هذا بلدنا وهذا بلدهم، لا تخلوهم يكبرون حاقدين على البلد وحاقدين على جسمه، لازم نحببهم. والف شكر لك. شكرا لك، شكرا لك ابو احمد من بريطانيا كان معنا. نذهب الى الهاشتاج. طبعا جدد ناشطون عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مطالبتهم بحل ميليشيا الحشد وتقديم قياداتها ومن تورط بالدم العراقي للمحاكمة على ما اقترفوه من انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم الحرب والإبادة في المدن المنكوبة، فضلا عن دور الميليشيا في قتل وتصفية متظاهري ثورة تشرين قنصا وتغييبا واعتقالا. وحذر المدونون من تحول الحشد إلى نسخة مرادفة للحرس الثوري الإيراني للهيمنة على العراق وإحكام السيطرة عليه لصالح ولاية الفقيه المتمثلة بالمرشد الإيراني علي خامنئي. دعونا نستعرض معكم عددا من التغريدات تحت وسم الحشد حرس ثوري إيراني كما تداوله عراقيون. ريما تقول: منذ اليوم الأول للتأسيس كان الهدف منه تأسيس حرس ثوري تابع لخامنئي ومرادف للحرس الثوري الإيراني، مهمة الإجهاز على كل من يقول لا للمشروع الإيراني في العراق. تغريدة أخرى من أحمد يقول: الحشد منظمة إرهابية ذات أيديولوجية مصبوغة بالدين والمذهب تنفذ أهداف الاستراتيجية الإيرانية في العراق، لذلك هذه المنظمة يجب أن تحل ويعتقل قادتها ويحاكموا على ما ارتكبوه من جرائم، سواء العناصر المنتمين لها أو القادة. أحمد يقول: لو يفتح تحقيق نزيه وشفاف وعادل بما فعله الحشد بالمحافظات الغربية لما بقي شيء اسمه الحشد ولا قادة الحشد من جرائم إبادة جماعية وإعدامات ميدانية وسلب ونهب وترويع وتغييب بحق الأبرياء. يوسف يقول: الحشد كان أداة قتل وسلاح إيران لتصفية العراقيين. دعونا نذهب إلى أنفوغرافيك. الأدوية الفاسدة وتهريبها واحدة من ملفات الفساد في العراق. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين أعد التقرير التالي حول هذا الموضوع، فلنتابع.
لجنة إخبارية إنه أكو أدوية وأكو علاجات مشمورة بالإتلاف مثل ما تشوفون قدامكم. هذا كب التاريخ مالته 2017 والإنهاء مالته 2000 الإكسباير مالته 20/8/22 مثل ما تشوفون يعني بعد ما منتهي وصار لهم تقريبا 8 أشهر أو ما يقارب سنة ذابين هنا أنا. اي نعم خلي شوف الناس خلي شوف زين انتم لا محتاجين ليش تشتروهين ليش تشمروهين الله اكبر الله وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.